العلماء في بلاد الغرب يقول جاءني شاب بوذي اللي يعتقدون ببوذا فقال لي ما هو دينكم اشرح لي دينك دينكم يقول شرحت له كلماتي ما تفاعلوا إياها كثيرا كلما شرحت له جوانب ما قبل حتى يأست يقول بعد ذلك قال لي أتكم فد واحد عظيم اسمه الحسين شنو قضيته يقول فأخذت أشرح له قضية الإمام الحسين صلوات الله عليه يقول فرأيت ملامحه أخذت تغير وانتابته حاله من التألم التفجر ثم انفجر بالبكاء هذه القضية كثير من الاخوة نقلوا لي انه في بلاد الغرب عندما نشرح قضايا كربلاء خصوصا قضية الطفل الرضيع واذا باولئك ينفجرون بالبكاء قبل ثلاث اربع ايام واحد ايضا نقل لي قضية اخرى في بلاد الغرب قضية الطفل الرضيع فيقول انفجر في البكاء، ومن بكائه أنا أيضا انفجرت بالبكاء، وما تمكنت أن أواصل حديثي. يقول بصعوبة واصلت حديثي، بعد أن أكملت، قال لي ما هي شرائط الدخول إلى دينكم؟ كلنا سفن النجاة وسفينة الحسين أوسع، إحنا عندنا أهل البيت. يجب أن نرفع لواء أهل البيت. أنا أقترح على الإخوة الكرام، الحمد لله، كلكم إن شاء الله موفقين. لكم هذا الشرف وهذا الفخر. خدمة أهل البيت هذا توفيق عظيم حقيقة أقترح على كل واحد من الإخوة بمقدار الإمكان، إذا واحد ما عنده قدرة فهو معذور عند الله أن تنصبوا لأهل البيت في بيتكم علما مأتم اقرايه خلوها في بيتكم كل شهر كل ليله الجمعه هذه القرايه جدا مؤثره فيها بركات اخرويه بركات دنيويه تحفظ اولادكم في هذا المعترك طفل يجي يشوف قرايه يسمع كلمه الله النبي الامام الحسين ينمو احدى القنوات الفضائيه الشيعيه نقلوا لي ان رجلا كافرا اتصل بنا وشكرنا قال انا كافر انا مو مسلم ولكن اشكركم لانه انتم من بدأت برامجكم اولادي تبدلت معاملتهم لي ولامه يحترمون ابوهم يحترمون امهم هذه المجالس تربي اولادنا